ازيكم يا بنات يا حلوين؟ النهارده هعمل لكم ريفيو عن كريم اكريتين. الكريم ده مشهور جدا، بيعالج الحبوب. للاسف هو كان قاعد فتره مش موجود في السوق، كل ما اسال اي صيدليه عنه يقولوا لي ان هو ناقص ومش عارفه ايه والكلام ده. اخيرا لقيته، فالحقوا بقى هاتوه، لان هو كان في ازمه كده عنه فتره. اول حاجه، ده كريم تقشير للوش. يعني ايه كريم تقشير؟ يعني بيشيل الخلايا الميتة من الجلد، بس مش التقشير العادي، مش كريم تقشير اللي هو احنا بنستعمله بعد الغسول ونبقى حاطينه في الحمام والكلام ده. لا، ده كريم بيقشر بشكل اعمق من المقشر العادي. فلازم ده لما تستعمليه تكوني في مكان ضلمة، ما تتعرضيش للنور، لان بتبقى مثلا بشرتك مفتوحة جدا، فأي ضوء ممكن يؤثر ان يحصل لك بقع غامقة. اول حاجة، هو بيعمل تقشير بشرة، بيفتح. يعني لو عندك غمقان او اثار حبوب واستعملت الكريم ده هيروح. لو عندك حب شباب هيروح. عايزة بس اقول حاجة، ان الكريم ده للوش ممكن نستعمله للايد، ممكن للاكواع، لكن ده مش للأماكن الحساسة، عشان للأسف لقيت بنات بتنصح بيه للأماكن الحساسة. ده مش مخصص للأماكن الحساسة يا جماعة، ولا حتى أي كريم تستعملوه للأماكن الحساسة. أنا بصراحة بخاف في الموضوع ده، ودايما بستخدم مواصفات طبيعية في المكان ده وفي منطقة بتاعت تحت الإبط، عشان المكانين دول ممكن يجيلهم أمراض خطيرة للأسف. فبتجنب بقى ان انا ايه احط اي كريمات تجيب نتيجة سريعة وكده. مع الوصفات الطبيعية مع الوقت النتيجة اللي انا عايزاها بلاقيها. فخلي بالكو، ده ممكن تستعملي تفتيح ركبتك، ممكن الاكواع، ممكن ايدك، لكن ممكن طبعا بشرتك تمام، لكن ده ما ينفعش الاماكن الحساسة دي. بتكون علبته وده تركيزه 5 من 100. في واحد تاني بيبقى 25 من 1000، اللي هو الربع. يعني انتي شوفي ده يعني المتداول، ان انتي هتقولوا يا اما النص اللي هو 5 ده من 100، يا اما الربع، مع ان يعني ده 5 من 100 مش 50، بس هي الناس بتقول النص، ما اعرفش ازاي، وانا قلت له النص وهو جابهولي على طول بصراحة. فيعني ما علينا، هو سعره 10 جنيه. يا ثواني اتاكد فين. سعره 10 جنيه وحجمه 30 جرام. دي بيبقى معاه روشتة، ارجوكوا ابقوا اقروها. يعني اي روشتة لازم تتقري. عايزة بس اقول حاجة، ان ده ما يستخدمش ابدا للحامل، او لو واحدة بترضع، او لو هي هتبقى حامل، لان ممكن يعمل تشويه للجنين. موجود كمان انه ما ينفعش يلمس العينين. وانتي بتستعمليه اوعي تيجي ناحية حوالين عينيكي، لانه هيحرق جامد، والمنطقة دي كمان خطر جدا عليها اي كريمات او اي حاجة. فتحت العين لا، حوالين البق بس مش البق نفسه. ده كده يعني طريقة الاستخدام، وقلت لكم ان انتوا تستعملوه ازاي وكده. عايزة بس اقول حاجة، ان هو معاه ما ينفعش تستعملي، انا هقول لكم طريقة الاستعمال، خلوها في طريقة الاستعمال ازاي. اول حاجة، طريقة الاستعمال، هتغسلي وشك بغسول عادي، بعد كده هتستني 1/3 ساعة او نص ساعة تكون بشرتك نشفت، تنشفي او تستني اما بشرتك تنشف. بعد كده تحطي بالليل في مكان ضلمة، حاجة بسيطة، كمية حوالين وشك زي ما انت عاوزة، بس تتجنبي حوالين منطقة العين، بكمية تكون معقولة عشان الجلد يقدر ان هو يمتصها، مش كمية كبيرة قوي ومش كمية قليلة. وبعد كده هتنامي، ما تتعرضيش حتى لضوء الموبايل. يعني تكوني هتنامي، انت عارفة ان انت داخلة تنامي، لو انت حتى ضوء الموبايل ده برضو هيأثر عليها وهيخليكي تغمقي. فما تتعرضيش لضوء موبايل. هتصحي الصبح، تحاولي ان انت ما تتعرضيش في الساعات الاولى من النهار
لضوء كمان يعني ما تولعيش الانوار وكل حاجة الصبح. يعني ما تنزليش في الشمس خالص، ما ينفعش غير مسموح انت تنزلي في الشمس. ما تحطيش عليها مستحضرات تجميل ولا ميك اب ولا اي حاجة من الحاجات دي لفترة يومين. بعد كده هتبدأ ان انتي تستعملي اللي انتي عايزة تستعمليه وكل الحاجات دي وزي ما انتي عاوزة. انا جيت استعملته النهاردة بالليل، حطيته صحيت الصبح عملت كل الكلام ده وما تعرضتش للشمس ولا الميك اب ولا الحاجات دي. هاجي مثلا في وقت العصر او المغرب اجيب مثلا شوفان مثلا مطحون، هبدأ ان انا اعمله حاجة بسيطة على وشي عشان هو هيكون البشرة بتتقشر، فانا هساعدها اكتر ان هي تتقشر. بعد كده هستعمل مرطب، لازم ده معاه مرطب عشان ده لو مستعملتيش معاه مرطب هيجفف البشرة اكتر وهيعمل لها غمقان، فلازم ده تجيبي له مرطب. المرطب انتي مرتاحة عليه؟ انا مرتاحة على بيوديرما وكنت اتكلمتكم عنه قبل كده. في دكاترة بينصحوا ببنسينول وبيبنسين، انا الاتنين دول عملت عنهم ريفيو، اسوأ كريمين انا استعملتهم في حياتي. مكتوب كمان نسيت اقول لكم عنه، انا كده قلت لكم طريقة الاستخدام. نسيت اقول حاجة كمان، ده ما ينفعش تستعمليه كل يوم، ده مرة واحدة بس كل اسبوع او كل اسبوعين. لو عندك حبوب تحطي مكان على الحباية نفسها مش على وشك كله، وهيكون يوم مثلا يوم لا لمدة اسبوع، بعد كده توقفيه وترجعي تاني، لكن ده مش كل يوم عمال على بطال عشان ما يعملش نتيجة عكسية. موجود كمان ان هو بيعالج في موضوع الرؤوس السوداء والبثور، هو فعلا بيعمل يعني الى حد ما بيساعد في علاجها، مش تماما يعني بس الى حد ما. كمان موجود في روشتة ان هو لازم تمتنعي عن الاكل اللي فيه توابل او ليمون لفترة. ف انا دي يمكن حاجة ما كنتش واخدة بالي قوي منها، يعني كنت قريت الروشتة دي اكتر من مرة بس ما ركزتش في الجزء ده، بس عموما حبيت ان انا اقولها لكم وانا برضو هبقى اخد بالي. لو حسيت باي احمرار كمان في البشرة او تورم او تقرح طبعا يبقى انت كده عندك دي اثار جانبية منه بس هتكون خفيفة. يعني لو عندك زادت ده معناه ان انت توقفي استخدامه، انت عندك كده حساسية منه. انا بصراحه الكريم ده انا بحبه جدا لان هو اضل في فتره على حبوب كانت طلعت لي من الاقراص بتاعه البيوتين بتاعه الشعر، طلعت لي حبوب بشعه بشعه بجد. انا كان بشرتي ما كانش بيطلع لها حبوب، دي طلعتها لي، بس ده استعملته وريحني فعلا جدا وطلعها على طول. فانا انصحكم جدا بالكريم ده يا بنات، هاتوه، حلو جدا واستخداماته كتير، وفعلا يعني 10 جنيه، انا لو الكريم ده مثلا ب200 جنيه انا هشتريه، لانه فعلا كريم جودته كويسة جدا.